فراخ ل 40 فص توم، ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده صعب؟ لا ده الموضوع ده خرافي. 40 فص توم نيين هيبقوا صعبين قوي في الاكل، لكن 40 فص توم بالطريقه اللي احنا هنعملها هتاكلوا شويه فراخ ملهاش حل. فرخه متقطعه ارباع، 40 فص توم بالعدد، اعواد زعتر طازه، زبده ونص كوبايه خل وكوبايه مرق الدجاج ومعلقتين كبار عسل ابيض، كريم الطهي، الصوص طعمه حلو وحامض في نفس الوقت، فحاجه كده فظيعه مع التوم رهيب. كوبايه مرقه ومعلقتين كبار عسل ابيض وكريم الطهي على حسب الكميه اللي انتوا بتحبوها، جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي ناخد الفراخ القمر دي ونديها رشه من الملح على ناحية الجلد، هنتبل الناحية التانية لما تبقى في الطاسة، مش هنغلب نفسنا، ورشة فلفل اسود، انا بحب احط ملح وفلفل اسود على ناحية الجلد، بيفرقوا جدا في طعم الفراخ ومن جوه كمان طبعا، بالذات انها لا متبلة ولا حاجة، هي متشوحة، فاعتمدنا على النكهتين دول دلوقتي. جوزة الطيب، جوزة الطيب بما ان طعمها شديد قوي فيعني هنحطها على ناحية واحدة بس. تمام، هجيب نشتغل في ايه يا سارة، طاسة ولا ووك؟ لا ووك. هنجيب ووك وننقل بقى، ناخد الحلة دي نحطها على العين اللي جوه، عين متوسطة، شايفين بخار ودخان قد ايه في الحلة، احنا عايزين كده بالظبط، وهنا نحط الووك دي تسخن. الفراخ بتاعتنا جاهزة، وهنعمل التالي، هناخد حبة زبدة كده حلوين، لا قمر يعني مش قادرة اقول بصراحة، فظيعة، حبة زبدة ومستنيينهم يسخنوا، انا بس بلم شوية الملح اللي طاروا مني حوالين الطبق، وكده احنا جاهزين للتشويح. طيب انا عايزة اعمل ايه دلوقتي؟ من قبل ما الزبدة تسيح هنزل التوم كله، بس عشان كده قلتلكوا طعمه مش هيكون مزعج، لانه مش توم ني، هيبقى توم روستد او مشوي او متشوح، فطعمه بيروح في حتة تانية خالص يا جماعة، ما بيبقاش فيه اي ازعاج ولا الشدة الفظيعة بتاعت طعم التوم، وهيبقى حاجة رهيبة. التوم والزبدة بيسخنوا مع بعض، اول ما الزبدة تسخن هقوم منزلة الفراخ على طول. حطيت الفراخ في الووك اللي سخنت مع الزبدة والتوم، شايفين الفراخ كأنها ايه؟ كأنها بتستوي على سرير من التوم، او بتتشوح على سرير من التوم، تحتها طبقة من التوم عظيمة. طبعا احنا حطينا ملح وفلفل لناحية الجلد، لكن ما حطيناش لناحية العظم، فهنيجي دلوقتي نعمل نفس اللي عملناه في الناحية التانية. هنا فلفل، وملح، زي الفل، نار عالية، وعايزين بس الفراخ تاخد تشويحة كده لحد ما نحط لها المرقة تكمل سوا، والتوم ده يبقى اخد علامات كده ايه، ذهبي وكراميل والوان، عشان هو ده الفارق في طعمه. انا هاجي احط كام عود زعتر زي ما هما كده سليم كده، هظبط واروق الفراخ دي باعواد من الزعتر، هتدي نكهه وطعم حلوين جدا جدا جدا، ومش هغلب نفسي واطلعه من اللي عايز يطلعه يفرمه ما فيش مشكله، اوكي
بس هو ملوش لازمه يعني. هناخد الحراره هتخلي الورق ينزل من على الزعتر من غير ما انا ابقى تعبت، فانا يعني ايه بوفر لكم جهد. يلا وانتي كمان مش هنسيبك، هي نطت من البوله بس احنا هناخدها معانا. هنا قلبنا الفريخ على الناحيه الثانيه، عايزه بس اوريكم ايه اللي حصل في الثوم عشان تفهموا الوصفه دي بتوصل لايه، عشان الوصفه دي بتعمل يعني كلام كبير قوي. لا انت هتقعدي تترقصي، تعالي. بصوا يا جماعه، شايفين الثوم بيتشوح، او يعني عشان اكون دقيقه في التعبير بيتكرمل، فده هيدي طعم مش طبيعي. بعد ما شوحت الفراخ بالمنظر ده اقدر دلوقتي اجيب حاجه تسويها. الحاجه اللي تسويها دي شويه المرقه دول، وانا كمان عايزه اضيف شويه الخل دول وشويه العسل الحلوين دول. فتخيلوا بقى الفراخ دي هتكمل سواها، فطعم الثوم ده اللي قاعد يدوب وسط الصوص الفظيع اللي انا بداته ده. الصوص ده هنخلصه بالكريمه، بس هي ايه لسه دورها ما جاش في الاخر. انا بقلب بس عشان اوزع العسل واوزع الخل، ما يبقاش كل حاجه ايه متجمعه في حته واحده. بس وعشان اضمن سوى سريع ومظبوط هغطي. على ايه؟ اه والله. يلا قول لو عندها الطريقه هاتها لنا منها. نفسها خلاص، هندور هندور على الكاساته، بيطلبوا مننا الكاساته، هندور على الكاساته دي بتعمل ازاي واجيبها لكم من يعني دراعها، نجيبها لحد البرنامج هنا. الفراخ كده انا غطيت الغطا مش بتاع الووك يعني، اعذروني. انا غطيت، هو غطا مستلفينه من الحله، هي ملهاش غطا اصلا. غطينا عشان نحبس البخار جوه فتستوي الفراخ معانا كويس قوي. انا طبعا الكرمله اللي حصلت في الووك هتديني نتيجه رائعه. الكريمه يا جماعه بنخلص بيها في الاخر خالص، ما بنحطهاش من الاول. الفراخ بقى اللي بصوص التوم هتبقى في طبق من دول، والرز في طبق تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نوزع الرز، وعندنا كمان بطاطس بيوري هنقدمها دلوقتي جنب الفراخ اللي بصوص الثوم. هنا كده مع الرز انا هاخد شويه خضار سوتيه من دول، هستلف شويه كده يتحطوا كده على الوش، يكسروا اللون ويبقى شكلهم حلو. توزيع كده بس مش اكتر، عشان نخلي الطبق شكله احلى. فكده طبق الرز اللي هنقدمه مع الفراخ بقى جاهز. بصوا بقى الفراخ بنعمل ايه، بنحطها على الطبق هاجي كده واطلع الفراخ دي على الطبق هنا، انا بحب كده اخلي الاوراك والصدور بالتبادل. وطبعا فاضل عندي هنا التوم والزعتر، هطلع اعواد الزعتر اللي بقت ايه خلاص الورق بيبقى نزل من عليها ومش فاضل غير الورق نزل في الصوص، فده بالظبط اللي انا عايزاه. برمي الاعواد الفاضيه في الباسكت، وفاضل عندي هنا شويه الثوم وشويه المرقه وشويه الخل. اللي هعمله اني هحط لهم الكريمه، يدوب تسخن معاهم بس، وده كده انا هاخده على جنب علشان انا هقدم عليه الصوص على طول. الصوصيرات جت، انا مستنيه. بصوا هي غليت خلاص، انا مش عايزه اكتر من كده يا جماعه، مش عايزه اكتر من ان الكريمه
تغلي، لان ما ينفعش تفضل على النار كتير لسبب بسيط جدا، ان احنا عندنا خل، فلو سيبنا الكريمه مع الخل مده طويله هتفصل وتقطع معانا. طب التوم بقى ايه اللي هيحصل فيه؟ التوم تخيلوا هيدوب، هيدوب ويبقى جزء من الصوص، فانتم متخيلين الطعم هيبقى عامل ازاي؟ تعالوا نعمل ده دلوقتي مع بعض. شفتهم يا حمد؟ ما تقلقش. ونبدا نضرب الصوص. هو مش شغال ليه؟ طبعا التوم اللي داب في الصوص ده انا مهما اقعد اوصف لكم طعمه عامل ازاي من هنا للسنه الجايه مش هعرف، لازم تدوقوه بنفسكم عشان تشوفوا الحلاوه. هاجي هاخد من الصوص ده شويه هنا على البطاطس البيوريه، فراخ الاربعين فص توم، اديكم شفتوا الفكره فيها. وما تقلقوش ابدا، عمر ما طعم التوم فيها ما هيكون حامي قوي او مزعج قوي خالص، يعني مش اللي انتم متخيلينه خالص.